مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشرين جديد من الدار البيضاء. معنا واحد الزوجة الأم ديال خمسة ديال الأطفال اللي كتعاني واحد المعاناة شديدة من بعد الاعتداء المتكرر واليومي عليها من طرف الزوج، وغادي تعاود لنا تفاصيل جد صادمة. عاودي لنا أختي، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أنت أختي مباشرة على قناة شوف تي في، عاودي لنا مالك، علاش جالسه في هاد الجرده بوحدك؟ كنت عليا غاربت وخرجت، حوايجي جابتهم ليا، غا بنتي كمساتهم خزنا عليه وجابتهم ليا اللي لبستهم، كيتكرفص عليا انا وولادي. عندي خمسة الوليدات اللي انا ممحنة على قبلهم، معدبة على قبلهم، مخلصة لهم مكرة، خلصوا لهم الضو، خلصوا لهم المدرسة. انت اللي خدامة؟ انا اللي خدامة عليهم. فاش كتخدم؟ كنخدم في الديور وزان، كنصرف عليهم، ما كنخليهم، ما ندير على قبلهم، كنتعذب على قبلهم، كنهز الثقل على قبلهم، كنهز السدادر على قبلهم، كنسوس على قبلهم، كنكون جناب في ولادي هادوك، وليني ما خلينيش نستقر مع ولادي، راه معدي عليا. جبت بوطه كيديها، جبت كوكوط كيديها، جبت ماكينه كيديها. هذا راجلك اللي جبتها؟ شريت للدراري التليفون فاش كيقراو، دالم الدريه ثلاثه التليفونات، الدري جوج تليفونات، ولد خويا كان معايا جوج تليفونات. هادشي راه بزاف. ملي كيسرق هادشي فين كيديه؟ علاش كيديه؟ كيبيعو كيبيع الحشيش. هادشي كلشي باش يكمل الحشيش. وانا اللي خدامه وفير ما كيجي كيبدا يقول لي يا راه ليا باش نكمل، كينوض يضربني. صبرت، قلت غيكبروا وليداتي، ولاني راني عييت من الصبر، راه 17 عام وانا صابره، صابره في التماره، صابره في الجوع، صابره في صندالات الماكله ما عطاوهاليش الناس، الصندالي اللي ما عطاوهاليش الناس ما كنشريهاش لراسي وما كنلبسهاش، جلابه اللي ما شروهاليش الناس، اللي ما عطاوهاليش الناس في الخدمه ما كنشريهاش، عمرني ما خيطت جلابه ولبستها كي الناس، ما عمرني خيطت بيجامه ولبستها كي الناس. اللي خدمتها كنوكلها للدراري، اللي خدمتها هو ما خدامش، ما خدامش، كيخدم 15 يوم وكيعمل القهاوي ويخرج عائلته، كيشفر للناس شي حاجه وكيجريو عليه، وليني انا راني عييت اخويا. جاوني شحال من خطره حتى للدار كيجيوني كيقولوا لي يا راجلك دار وادار، كنقول لهم انا ماشي راجلي هذاك، هذاك انا براسي كيدي ليا، ما خلى ما دا ليا. كنشوفو مساكن تيعيا ويقولو ليا سير بنت الناس الله يغلبك عليها الله يعاونك، وكيمشيو في حالهم. البوليس يوميا كيجيو، الدراري ملو من الحياة، قالوا ليا حنا شوانا مع الناس، شوانا مع الجيران، ما خلا ما دار علينا، هذا ما نسميوهش حنا بابانا كاع، قلب الدراري الصغيرة فيهم كاع كاع تمشي عندها تعاود لها، قلت لك بابا اش كيدير لنا، اش كيدير لنا. الدرية الصغيرة شربت، الدرية الكبيرة شربت السم، قالت لي انا انتحر ما نبقاش عيا معاها، مشيت غسلت لها المعدة، قالت لي انا عييت من الحياة مع بابا، انا عييت من هاد المشاكل، كل نهار كل نهار كل نهار عييت، ولادي عياو، انا اللي خدمتها كنخلص فيها الكرة، 3 شهور الكرة طالعة عليا دابا، 3 شهور ديال الضو طالعة عليا دابا والرابع داخل، انا ما بقيتش خدمة حتى الخدمة، ما بقيتش خدامة، الناس اللي تخدم خدامة عندهم خايفين كيقولوا لي ما تجيش خدامة نهار في السيمانة، كندي كنبقطة السيمانة كلها ريال ريال، باش كنتقدى المخبيات وهادي وهادي وهادي، هو كيقول لي لا أنا اللي باغي، وأنت واش غديري فيها؟ أنا اللي كنصرف كيقول لك هو اللي باغي، واش باغي؟ أنا اللي كنصرف هو اللي باغي الفلوس. تعطي الفلوس باش مشي شريك الشيش. واليوم شنو وقع؟ كيفاش تخرجتي من الدار؟ اليوم قال لي يعطيني التليفون ديال الدري غنديه معايا يبيعو، ما عرفتش، قال لي غنديه معايا، قلت له ما غديش التليفون ديال الدري، قال لي لا غنديه، قلت له ما غديش، قال لي غنديه، قلت له ما غديش، قلت له، قال لي والله تنديه، وجيتي قدامي تنقتل، قلت له والله الا باغا نموت، انا عييت من الحياه معاك، غير قتلني وسير ديه، اما باش كديه وتخلي ماما ساكن مكويا وكيبكي وكيقطعوا ليا قلبي ملي كنشوف ماك كيبكي وكيدي المحاجم، قلت له الا كنت غتغير قتلني ودي على التليفون، اما باش تديه بلا ما تقتلني ما غديش، واخا نعرف نموت على قبله خلي التليفون ديال الدري.
تلقينا مني منك دفعني بحال هكا تمنصرت معاه ويل ويلي يدي هو يدفعني لحني في الارض لحني ومشى هو رجع للبيت دخل وانا هربت مشيت عند جارتي مشيت عند جارتي بقى يخرج كيقلب ما لقانيش رجع للمعن بقى كيهز في السماء ويضرب الارض الكيسان البلاكار ديال الجاج ديال الديفان اللي عنده ديال الجاج هرسام الكاشير على الدريه به جا واحد البلافه ديال واحد هذا ديال الجاج حتى هو هرسو لما عن كيهز كيهرس الجاله هرسها كلشي ما خلى حتى حاجه مشى الدريه عند البوليس قالوا لها جيبي ورقه من عند وكيل الملك الدريه مسكينه يلاه عندها 15 عام ما قدرتش باش تمشي تجيب هذاك رجعت جات عندي دخلت عند الجيران سولاتهم قالت لهم ما شفتوش ماما قالوا لها راه عند فلانه جات عندي قلت لها ماما دار قلت لها دبر راسها بنتي ما تدويش معاه غير يضربك صافي مات خزنت مسكينه الجلابه والزيف والصويب كنجمع فيه حوايجي ملي كنكون غادا للخدمه هزاتهم خزنه عليه وجابتهم لي صافي خرجت من الدار انا اليوم غنبات في الزنقه ما عنديش فين نبات اليوم خارجه من المحالي ما عنديش فين نبات ولادي ما عرفتش كيفاش بايتين ولا كيفاش دايرين ولا واكلين ولا ما واكلينش وانا هذا هو مصير اللي كنعيش حياتي كلها في رمضان خرجت 5 ايام وانا ولدي نعسى غا في الزنقه كنكون غا عند الناس في الزنقه 5 ايام عاد جبت ورقه من عند وكيل الملك عاد مشاو معايا البوليس دخلوني انا قلت له الشاب انت ما غتمشي هو غيضربني قال لي اش غنديروا كغتعنا غنديروا كرسي ونبقاو حاضرين صافي شفت هكا ورجعت كنت صافي مد واحد شويه ملي جاو البوليس بقى كيعايرني بعدا وكيسبني وكهذاك انا ما جاوبتوش كواحد الخطره ما غاديش نجاوبك غنسجلك في التليفون غنديه للكوميساريه صافي ملي شافني هزيت التليفون غنسجلو هو يسكت مني سكت صافي داك الساعات همد واحد السيمانه مع جو صافي شويه ولا مكاصع عليا غا شافني بديت الخدمه هو بدا مكاصع عليا فين كل نهار ارى ليا قلت له انا غير خير منه هاد السيد كيعطيني مسكين 200 درهم ماشي الجورني ديالي 200 درهم كيعطيها ليا فداك النهار اللي كنخدم مره في السيمانه هذيك 200 درهم اش غدير لي واش غتشري السكر واش غتشري الزيت واش غتشري الدجاج واش غتشري الخبز واش غدير هاد 200 درهم في السيمانه اللي طابعوا فيها ها قولوا لي واش 200 درهم اش غدير ليا انا واش غنعطيه منا باش هو كيصوتني على هاد 200 درهم دابا انت شنو كتقول انت الخبز ما غتشريش شنو فايت مشيتي عند البوليس فايت مشيتي عند وكيل المالك مشيت عنده قلت له خارجه من الدار قلت له رجعوا معاك ودخلوا عطاني ورقه مشيت للولايه عيطوا من الولايه للكوميساريه اللي محسوبه علينا صافي قالوا للبوليس سيروا معاه داوني البوليس دخلوني المحالي قالوا له لا عاود ضربته ورجعت عندنا غنتفاهموا معاك قلت لك هي هذيك داك الايامات ما بقاش كيضربني واحد 15 يوم بديت كنخدم عاوتاني هو يولي معايا بحال هكا ولا هو ما خدام ما قدام ما خدام ما ردام كيتسناك انت تمشي تخدمي في الديور وتجيبي له ودابا هو اليوم شاف الكيران طلقوا بغى يبيع داك التليفون باش يسافر به للناظور وانا داك التليفون بيه كنتواصل معاه اش كيمشي يدير الناظور اش كيمشي شي كيبقى ضايع تما حتى كيعيا وكيجي النهار اللي كيجي كيجي حتى وجهك ريحته خانزه ما فيه ما يتشاف وكيبقى يطلب في الناس يطلب في الناس اللي خدامه عندهم يطلب في الجيران ينقع عليا الناس اللي كنشري كلشي باش يشري الحشيش عافاك خليوني ندخل غير كيدخل داك اليومين ويبدا عليا انت دابا شنو كطالبي اختي انا كنطالب بغيت شي حل مع هاد السيد انا باغا نطلق منه ما بقيتش بغيت نعيش معاه عييت منه وليني شكون اللي غيضمن ليا اللي غيحميني انا وولادي شكون اللي غيضمن ليا باش ما يبقاش يضربني في الطريق كيتلقى ليا في الطريق ويضربني تلقى ليا مره في السيال وضربني وشدوه البوليس داروا به الناس وشدوه البوليس ومشدونا للكوميساريه وتحلف عليه هذاك الكوميسير وقالوا له بقى ضربتها غنتفاهم معاك ورجع جا عندي الكوميسير قال لي اختي نتوما ما محسوبينش علينا وليني انا كل ما كنشوفك شفتك كيفاش مركبه بنتك في ظهرك ومعذبه وهو زيد كيضرب فيك داكشي علاش درت مجهودي باش نهدك واخا انا ما عنديش حق قال لي ماشي في المنطقه ديالي باش غادي ندوي معاه وليني ما خصوش يضربك وليني خويا هو فين ما تلاقاني كيضربني كيتبعني حتى للخدمه ويبدا يضربني فين ما
ماشي تعيش عيشه واحد العيشه اللي ما يقدرش شي واحد يعيشها، واحد الظلم اللي ما يقدرش شي واحد يصبر له. كي كنت شحال من وحده كنقتلاته، وليني انا خايفه على ولادي، ما خايفاش على حياتي، ما تبقاش ليا اللي دوزتها في الحبس. حيت علاش انا في الحبس وانا في بيتي، انا في السيلون وانا في بيتي، في السيلون وانا في بيتي، وليني خفت نضيع حياتي وحياة ولادي، لا ضربته وقتلته ولا درت له شي حاجه، حيت هادشي ما يستحملوش شي واحد يعيش فيه. هادشي اللي كنشوف انا، داك الشيء اللي كاين، هادي قتلت مرت راجلها، هذا قتلو باه، هاد الاب راه خصو يتقتل الميت بحق، كي كانت الحقوق هي الحقوق وخصو يتقتل. حيت علاش هادو خمسه وانا سته اللي عايشين في واش هاد السيد هكا كان من النهار الاول فاش تزوجتي بيه ولا يلاه تبدل؟ يلاه تزوجت بيه ما كانش كان كيبيع ليا الحوايج، ولكن ما كيضربنيش بزاف. حيت علاش كان كيغيب بزاف، ما كيجلسش معايا بزاف، اغلبيه كنبقى انا وليداتي، نقسم الله كناكلو انا وليداتي ومكافحه انا وليداتي. واخا كيجي داك 15 يوم ولا هذاك، اش كنقول؟ كنقول صافي غنصبر هاد 15 يوم يمشي بحالو. كنراعي، كنقول الجيران شوها، اش طلع في المحاكم، هبط لهنا سير لهنا، خلي خدمتك سير، طلع من المحكمه هبط لهنا، خصك الفلوس، خصك يلاه مضاربه مع داك الصريف لولادك، فهمتي؟ يلاه داك الصريف كتكافى به باش غتضيع الوقت وتمشي ودير شي شكايه وداك الشيء كتقولي داك الفلوس زايدين فيا. وداك النهار اللي غتضيعو خصك واحد السيمانه وانت غادي جاي، وانت ما عندكش فلوس باش غادي تمشي سيمانه وتضيع الوقت وتضيع الفلوس، اش غتاكل؟ ما كاينش ما تاكل هذوك الايام الاخرى اللي غادي تمشي فيها وتجي فيها، خاصك يكون عندك واحد المدخول اللي قار مثلا ولا شي صريف تكون حاطاه. انا راه ما عنديش شي صريف اللي حاطاه باش غادي نصرف عليهم، ولا باش غادي ندير هاد الامكانيات كلهم، ولا باش غادي نمشي نتواجه معاهم نطلع ونهبط، ولا باش غادير الشكايه وغا كتبعو وما كتمشي عنده كيطلب منك 12 ريال عاد غتمشي للمحكمه كيقول لك شمن ما شنو دابا انت من دابا ما عندكش فين تمشي، دابا هاد الليله ما عنديش فين نمشي، هاد الليله انا بيتها في الزنقه، من هاد الليله انا بيتها في الزنقه، ما عنديش والديا كيعيشوا في الناظور، اجا وصلني لعند ما عرفتش شنو هو الحل اللي غادي ندير. شوف انا كنطلب من الناس اللي كيسمعوني يوضعوا لي شي حل، ولا يطلقوني ويعطوني شي حاجه اللي غتضمن لي باش ما نبقاش نوصل للتعذب بحال هاد الشكل، ما يبقاش يتلكى ليا، ولا يديو ليا ولادي يعيشوا في الخيريه ونشوف مره في السيمانه، وعندي الفضل وما نشوفهمش بهذاك العذاب، عندي الفضل نشوف ولادي واخا في الخيريه ومرتاحين وما كيتضربوش ولا يبقاو هكا كياكلوا العصا، كيدير لهم بحال شي كره، هذا يلصقوا، هذا يطرشوا، هذا يبوطوا، هاد الشيء ما بقيتش حامله نشوفه. انا ما بقيتش حامله نشوف ولادي كيعيشوا هاد العنف هذا. مشيت عند البوليس شحال من مره قلت لهم شوف هاد الدراري اللي كيتعنفوا، غدا وبعد غدا الا مات شي واحد ما دينيش انا للحبس، حيت انا جيت عندكم علمتكم وقلت لكم ولادي كيتعنفوا، وغدا وبعد غدا تقولوا لي ما بلغتيش عليه. انا كنبلغ على ولادي، ولكن شكون سمعك؟ ما كاينش اللي كيسمعك، ما كاينش اللي خويا اللي كيسمعني، ما كاينش اللي كيفهمني ولا غادي يمثلي ولا غيعاوني. انا عييت وربي حبيبي انت هو حويني. انا عييت. فين كتسكني انت بالضبط؟ فين كتسكني؟ انا كنسكن في عين الدياب، في الكريان ديال عين الدياب، كنسكن في الزنقه جوج الرقم 18. انا عييت، هذيك البراكه تعال وانا تفكر فصت فيها، طب عليا القطره عليا كلشي عليا، وكيقول لي من الفوق ديالي الا كان شي تحوال انا مولاه، ماشي انت المراه، ماشي انت الراجل، انا هو الراجل. هادشي علاش جالس دير ليا هكا مجيفني؟ اذا كيف تابعتوا معنا اعزائنا انا ديالي مشاهدي ومتبعي قناه شوف تي في، مأسأت بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هاد الام ديال خمسه ديال الاطفال اللي كتعدى عليها الزوج ديالها اللي عندها كيبيعوا باش يكمي المخدرات يعني الحشيش، وليداتها كيتعنفوا امامها، هي كتعنف امام الوليدات ديالها، قالت لك بانها توجهت للمصالح الامنيه وعند السيد وكيل الملك ودارت شكايات مشات للجمعيات. لحد الساعه باقي الامور عاديه على ما هو عليه، بالفعل كتعترف بان الناس ديال الامن دخلوا
وقالوا له ما تبقاش تعدى على الزوجة ديالك، التزم امامهم، ولكن عاوتاني ارشع. اذا غادي نديروا رقم ديال المساعدة اللي بغى يعاون هذه السيدة، محامي، شي واحد رجل قانون جمعوي اللي بغى يساعدها، غادي نديروا اللي بغى يساعدها ماديا، راه محتاجه حتى المساعده الماديه، اللي بغى يساعدها راه غادي نديروا رقم المساعده، والتفاصيل اكثر ديال هذا الملف غادي تلقاوه على قناه شوف تي في. نعم اختي، انا راسي نمشي نشد الدار بالمباته وخدمه بالمباته ونبات فيها وما عنديش مشكل، ونخدم ونجمع صرايف لولادي، وليني ولادي اللي كيبقاو فيا، ولادي اللي شاديني، ولادي اللي شاديني، ولادي هذوك هو المشكل، هما الوليدات، هما الوليدات. اما انا راه شد خدمه بالمباته ونجلس فيها ما عنديش مشكل، حتى داك الفراكه بناقص منا، ما بقيت بغيت منا والو، وليني وليداتي فين غيمشيو؟ اش غي شكون اللي غيحل لي؟ هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. شكون اللي غيشربهم؟ شكون اللي غيطلع عليهم؟ وهما ما ذنبهم والو، ما ذنبهم والو، هذيك الصغيره مسكينه دابا كنخمم فيها، راه البارح مشيت للخدمه وما بنتك الصغيره شحال في عمرها؟ عمرها 4 سنين. اذا الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر، كيف وعدناكم تفاصيل اكثر لهذا الملف تجدونها على قناه شوف تي في، قناه الشعب، قناه صوت من لا صوت له. نستودعكم الله، والسلام عليكم.